اهلا بيكم في فيديو مهم جدا على القناة بتاعت عالم عمر. النهاردة هو الانيفرسري التاني، كده عدد سنتين على الافتتاح بتاع القناة. انا خدت وقت كتير جدا عشان اخد قرار ان انا التزم بان انا ادي وقت كافي ان انا اشتغل على القناة. ده السبب اللي يمكن خلاني اجل الموضوع ده لسنين، انا بفكر فيه من زمان قوي، مش عايز ابالغ واقول من اول ما فتح اليوتيوب مثلا او حاجة زي كده. شايف يمكن ده كان التوقيت المناسب، يمكن لو كنت فتحتها زمان ما كنتش كملت، ما كنتش قدرت اعمل كل اللي انا عايز اعمله. فاكيد ربنا اختار الخير ان انا ابتدي في الوقت ده اللي هو كده فات عليه سنتين زي ما قلنا. احنا عملنا ايه في الفترة اللي فاتت وناوي اعمل ايه في الفترة القريبة اللي جاية؟ انا باجي اعمل فيديو بحاول اعمل الفيديوهات اللي انا بحبها واللي هي تاني جزء من اهتمامات عالم عمر، اللي اكيد في اجزاء منها مشتركة مع الاهتمام بتاعتكم. اكيد مش كل عالم عمر بيعجبكم، من الصعب قوي ان انت تلاقي الحاجات اللي بتهم عمر كلها بتهمك انت كمان كلها، لكن وسط كل الاهتمامات المختلفة الكتير اللي عندي في اهتمام منهم مشترك عندك برضو. هل انا شاركتكم كل الحاجات اللي انا مهتم بيها؟ لا لسه، بس ده جزء حلو منها. انا لسه عايز اتحسن في طريقه تقديمي للفيديوهات، مش بتكلم بس عن المونتاج والاخراج اللي انا قطعت شوط فيه كبير ولسه هقطع ان شاء الله باذن الله عشان اتحسن اكتر واكتر، لكن انا بتكلم كمان عن طريقه تقديم الفكره نفسها. ايه هي الطريقه المثاليه او الافضل عشان اقدم بيها فكره من الافكار اللي انا عايز اتكلم عنها؟ مش بس كده، انا كمان عملت بعض الافلام القصيره باستخدام الامكانيات البسيطه اللي هي معايا او كده. اول فيلم انا لو جيت اتفرجت عليه النهارده هقعد اضحك، واول فيديو ليه برضه هقعد اضحك، واخر فيلم برضو ممكن يكون بالنسبه لناس محترفه عادي يعني، فاهم؟ لكن بالنسبه لي بيعبر لنا عن القفزه اللي انا باخدها كل شويه. لاند مارك مهمه بتقول لي انا ماشي مظبوط ولا ماشي لا. حاجتين، الحاجه الاولى الكومنتات بتاعتكم ومشاركاتكم، باجي اشوف الناس عاجبها اللي انا بعمله ولا مش عاجبها. انا ياما اخدت سف على فيديوهات كتير على فكره، وانا تقبلت السف دوت، ما عنديش مشكله فيه. ليه؟ لانه زقني لقدام، عرفني انا وحش في ايه ومحتاج اكمل علشان اكون افضل فيه. الحاجة التانية إن أنا كنت بتفرج كل شوية على الفيديوهات بتاعتي، بطلع غلطاتي لنفسي وباجي أشوف إيه الحاجة اللي كنتش أقدر أعملها زمان في الفيديو دوت علشان أطور نفسي وأقدر أعملها في الفيديو اللي بعده، وهكذا. تاني، ده في حدود الإمكانيات بتاعتي، والإمكانيات هنا تتضمن المعدات اللي بشتغل بيها، دي حاجة. الحاجة التانية الوقت، دي أكتر مشكلة عندي في القناة. ناس كتير من زوار القناة ما يعرفوش إن أنا دكتور في الهندسة المدنية والبيئية والتنمية المستدامة، وأعتقد دي مشكلة برضو عند أي يوتيوبر بيحاول يوفق بين حياته العادية وشغله الطبيعي وموضوع اليوتيوب.
انا كل الفيديوهات اللي انا عملتها ديت بعملها بصفر انتاج وباقل امكانيات ممكنه، وزي ما قلت في اضيق وقت ممكن. الكلام ده يمكن يكون مقبول في الفيديوهات العاديه على اليوتيوب، لكن لما اكون بعمل فيلم قصير لا، الموضوع بيبقى محتاج بادجت اكبر ومحتاج وقت اكتر، محتاج التزام مني بصوره احسن من اللي انا بعملها دلوقتي. ومن هنا عايز اتكلم معاكم في حاجه انا متخيل انها ممكن تتاح لي مع الوقت، مش النهارده يمكن، بس مع الوقت، ان انا اقدر اعمل افلام بصوره افضل وبمعدات افضل، واجيب معايا طقم اعداد وممثلين محترفين يقدروا يشتغلوا الفيلم دوت، عن ان انا اكون المخرج والمنتج والمصور وممثل وكل حاجه والكاتب. اكيد مش منطقي يعني. انا معايا 5 6 سكريبتات عايز احولهم لافلام، نص الافلام دي افلام رعب، وعلشان تقدر تعمل فيلم رعب منطقي، فيلم رعب يقنع اللي قدامك ان هو فعلا مرعب، لا محتاج بادجت. طريقتين اللي هستعملهم عشان موضوع البادجت ده، حاجتين، باتريون وباي بال. انا هسيب لكم اللينكين من هنا ورايح في كل الفيديوهات بتاعتي، بحيث لو اي حد مهتم ان هو يدعمني باي صور من الصور ديت انا هكون شاكر جدا ليه. الطريقة التالتة انك ممكن تدعمني بيها هي انك تساعدني في نشر الفيديوهات بتاعتي اول باول، يبقى انك تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديوهات، كومنتاتكم، والنشر بتاع الفيديوهات اول باول ده يمكن يكون اكبر دعم ليا. اتمنى طول السنتين اللي فاتوا والمدة اللي جاية ان شاء الله باذن الله، ان طال بيا العمر، يكون في فيديوهات كتير بتفيدكم ان شاء الله باذن الله، او على الاقل بتسعدكم، لان ده اللي احنا بندور عليه دايما، يا اما يكون في فايدة مباشرة، يا اما يكون في ترفيه هادف قدر الامكان. المجهود دوت لو ما كنتش حسيت ان هو مفيد لاي حد يمكن ما كنتش كملت لحد النهارده. لو دي اول مره ليك على القناه، مش تعمل سبسكرايب للقناه، لايك شير للفيديو، حسنا الكومنتات بتاعكم كالعاده. اشوفكم على خير.